بغداد تطمح من حيث الشعار عزيز استقرار العراق ودعم العراق وسيادة العراق، وبالتأكيد هنا نتحدث عن العمق العربي الذي عاد بقوة بعد انكفاء بعد 2003 بسبب تغيير النظام السياسي. أنا أتوقع العراق اليوم ليس فقط يطمح إلى لم الشمل العربي، وإنما يجب أن يكون هنالك أيضا اتخاذ قرارات لها صفة الإلزام، وهذا الأمر يحتم على طبيعة مؤتمر يوم غد. صحيح اللجنة التنفيذية اجتمعت وحددت جملة من الأمور في إطار تطوير وحوكمة العمل لاتحادات البرلمان العربي، لكن هذا يستلزم أيضا أن يكون هنالك رؤية واضحة، لأن طبيعة الأنظمة السياسية في الجانب العربي تختلف بين نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر، وهذا يستلزم أن يكون هنالك أيضا بحث هذه الآليات بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تحقق عملا عربيا مشتركيا، ليس فقط في إطار القضايا العربية وإنما القضايا العربية في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في إطار المحافل الدولية، بالطريقة التي يمكن من خلالها أن يكون أن تكون الدول العربية لاعب مؤثر بشكل كثير وواسع في إطار القضايا العربية، مع أن يطمح العراق أن يعود إلى مكانته الإقليمية. وهذا نتوقع على المؤتمرات التي عقدت في بغداد في إطار الأعوام الماضية، وهذا المؤتمر هو يعزز من المكانة الإقليمية للعراق باعتبار العراق كان بلدا مؤسسا للجامعة العربية من ناحية، وبلدا مؤسسا للعمل المشترك، وأيضا اليوم يسعى العراق إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي انكوينا به بعد 2003. يعني وهل تتوقع أن العراق سيلقى دعما عربيا أكبر لاستعادة الدور المهم بتوازن المنطقة؟ بالتأكيد هذا ما يسعى إليه العراق، وتولدت قناعات لدى جميع على مستوى رؤساء وملوك الذين زاروا بغداد في إطار السنوات الماضية، وحتى حكومة السيد السوداني في إطار اللقاءات المكوكية والزيارات التي جرت، سواء كان في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في بغداد أو بنسخته الأولى أو الثاني في البحر الميت. اليوم كل رؤساء الدول والملوك والأمراء يسعون إلى بداية حقيقية وجدية في التعاطي والتعامل مع العراق. العراق اليوم يسعى منذ قمة تونس والجزائر في إيصال رسائل، ووصلت هذه الرسائل أن يكون نقطة اتصال وتواصل ما بين الفرقاء، وتواجدهم في بغداد هو نقطة أساسية بأن العراق يمكن أو استطاع أن يعقد الكثير من جولات الحوار، سواء كان السعودي الإيراني أو في بعض القضايا العربية الخلافية فيما يتعلق سوريا لبنان واليمن، وهذه نتوقع نقطة أساسية تحسب للسياسة الخارجية العراقية وتحسب لحكومة السيد السوداني الآن باعتباره هو رئيس حكومة. يعني الدول العربية تعاني من أزمات سياسية مالية وعالميا، حتى أيضا هناك تضخم اقتصادي دولي، ما المتوقع أن يخرج به هذا المؤتمر من قرارات تخدم قضايا مشتركة سواء كانت اقتصادية أو سياسية؟ يعني أول شيء في الجانب السياسي القضية الفلسطينية ومسألة السلام في الأراضي الفلسطينية ومسألة الحديث عن الدولة الفلسطينية والإطار العام الذي يمكن من خلاله أن يعقد في إطار اتحاد البرلمانات العربي أن يكون هنالك رؤية واضحة، لأن هنالك اليوم للأسف الشديد في إطار المستوى الرسمي لبعض الدول صارت في إطار ما يسمى باتفاقيات إبراهام، وهذا الأمر يستلزم أن يكون هنالك أيضا رؤية واضحة في التعاطي والتعامل مع هذا الملف. ملف ما يتعلق بالسوق العربية المشتركة الذي تعطل كثيرا، واتفاقية السوق العربية المشتركة تحتاج أيضا إلى مزيد من التطوير بما يؤمن مصالح تلك البلدان، والعراق عازم إلى أن يكون هنالك حديث عن تطوير هذه الاتفاقية بما ينسجم مع العمل العربي المشترك ويؤمن مصالح تلك البلدان العربية بهذا الخصوص. نقطة أساسية في إطار الجانب السياحي والجانب الثقافي في كل القطاعات، بمعنى أن استكمال هذه الأمور هو يدعم العمل العربي المشترك من ناحية، ويؤسس إلى علاقات متينة عربية عربية أو عربية إسلامية في إطار المحافل الدولية
أو عربية إقليمية أو عربية دولية، وهذه نقطة أساسية نتوقع في إطار المجموعة العربية على مستوى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان للمواقف العربية موقف واضح تجاه على سبيل المثال القضية الفلسطينية. توحيد المواقف والقرارات مهم جدا في بعض القضايا والمسائل، وأيضا في إطار الجوانب المالية. اليوم هنالك حديث عن مناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد 18-22، الإنجازات والإخفاقات ووضع الحلول والأهداف، وأيضا فيما يتعلق وضع خطة استراتيجية ومناقشتها يوم غد 23-26 بما يعزز تعزيز التكامل ما بين هذه البرلمانات من ناحية على الرغم من اختلافها في طبيعة الأنظمة السياسية أو الموجودة فيها، ومن ناحية أخرى الحوكمة في عمل الاتحاد البرلماني، فضلا عن القضايا المالية اللي هي جوهرية يمكن من خلالها أن تطور من عمل الاتحاد بما يؤمن تحقيق مصالح اتحادات البرلمانات العربية ويؤمن مصالح أيضا البرلمانات الموجودة في الدول العربية. الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا.